سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تاريخ ميلاد انستغرام. قوموا بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول الى الاسفل والبحث هنا عن تطبيق انستغرام خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، عفوا قوموا بالبحث عليه هنا، سوف يظهرنا على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد